اهلا بكم وحلقه جديده من طبيبك الخاص. النهارده حلقتنا فيها كلام مهم. طبعا كل بنت حلمها بعد الجواز انها تكون ام، وكل زوج حلمه ان هو يكون اب. لما بتتاخر عمليه الانجاب لفتره بعد جوازهم بيبتدوا يتاثروا تاثر نفسي وعصبي شديد، وبيبتدوا يمشوا في اجراءات العلاج لعل الله سبحانه وتعالى يرزقهم بالذريه، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فبيبتدوا يسعوا ويمشوا في تقنيات العلاج. واحدة من أهم التقنيات والأساليب اللي موجودة دلوقتي هي الإخصاب المساعد، ومن أهم تقنياته هي تقنية الحقن المجهري اللي هيكلمنا النهاردة عليها بصورة أوضح وبطريقة طبعا أشمل الموضوع الدكتور أمير فوزي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، اللي منورنا النهاردة. منورنا يا دكتور. أهلا بيك يا دكتورة هند، وسعيد جدا أن أنا موجود مع حضرتك ومع السادة المشاهدين في البرنامج الجميل ده. ميرسي يا فندم. قولنا يا دكتور، طرق الحقن المجهري هي، أنا عارفة أنها حققت نجاح في الفترة الأخيرة بنسبة تصل ل50 و60%، وده عمل يعني حالة من الأمل بيعيشوا الناس اللي اتأخروا عملية الإنجاب عندهم. فحضرتك كلمني كده بصورة أشمل عن التقنية دي وإيه المتبع فيها. أولا بشكر حضرتك على المقدمة بتاعت البرنامج، إن أنت اتكلمت كلام دقيق جدا في وصف تقنية الحقن المجهري. هي واحدة من ضمن أفضل تقنيات الإخصاب المساعد في نسب النجاح، وهي بدأت منذ حوالي أكتر من 40 سنة في العالم كله، وفي مصر من حوالي أكتر من 30 سنة. حققت حلم الأمومة والأبوة لآلاف وآلاف من الباحثين عن هذا الحلم. تأخر الحمل مبدئيا هو مرور سنة من الزواج وبدون حدوث حمل. لو حصل حاجة زي كده مطلوب قبل سنة، لا أنصح أي زوجين أنهم يتوجهوا إلى أي طبيب متخصص، توجهوا إلى بعد مرور سنة. أو في بعض الحالات اللي هم متجوزين، برضو دي نقطة مهمة للسادة المشاهدين، مش لازم نستنى سنة في بعض الحالات. يعني إذا كان اوريدي مشخصين من قبل الزواج إن في بعض المشاكل عند الزوج أو عند الزوجة، لو احنا مشخصين يعني احنا مثلا بنعمل ست عندها عدم انتظام في الدوره، عملت سونار لقيت عندها تكيس مبيض وعملت تحاليل تكيس مبيض، عندها الام في الحوض شديده جدا مع اوقات الدوره، اكتشفنا فيه عندها مرض بطانه مهاجره، هل بعد الزواج ننصحها انها تستنى سنه؟ لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. زوج عمل تحليل سائل منوي لقينا فيه مشكله سواء في العدد او الحركه او التشوهات، هل ننصحه بالانتظار لسنه؟ لا. بالنسبه لسنه الحالات اللي ما فيش اي ظواهر او اي مشاكل او اي تشخيص مسبق لمرض يمكن ان يؤدي الى تاخر الحمل، ننتظر سنه. واحده متجوزه فوق سن ال 40 هنستنى سنه؟ ما احنا عارفين ان عمر الست هو العنصر الحاسم في نسبه نجاح عمليه الحقن المجهري. عاوزين نقول للساده المشاهدين عشان نبقوا عارفين برضو ان من ضمن خصائص الانسان ككائن حي ان هو اصعب حمل. يعني اصعب نسبه حمل هو في الانسان، أكثر من كل الله. سديات عكس من أو أصعب ولادة، أخطر ولادة هي ولادة الإنسان. أطول فترة طفولة هي عند الإنسان. سبحانك يا رب. الحيوانات بتتولد بعد يوم أو يومين بيقفوا ويمشوا، لكن الإنسان بيفضل طفل لسنوات وسنوات وسنوات. صحيح. فإذا بنتكلم على أن نسبة الحمل العادية في كل شهر بين زوجين طبيعيين ليس عندهم أي سبب يدعو إلى تأخر الحمل من 10 ل 15%. عشان كده احنا بنقول سنه، لان احنا بنتكلم في خلال سنه 85% من الازواج هيحصل عندهم حمل، 15% هيبقى في تاخر حمل. ال 15% دول مش كلهم بيحتاجوا الحقن المجهري، قد يحتاجوا الى تدخلات بسيطه، بعض التحاليل، بعض التقنيات الاخصاب المساعد الابسط من الحقن المجهري. عشان كده لما بنيجي بنقول ان الحقن المجهري حقق 50% نسبة نجاح فده شيء رائع. طبعا ده رقم كبير جدا. رقم كبير جدا. تخيلي 100 زوج وزوجة جايين عندهم ما تأخر حمل، وبعدين عملنا لهم في شهر دورة حقن مجهري 50 حملوا، فاحنا حلينا مشكلة 50 طبعا طبعا في شهر. ال 50 التانيين دول لو عملوا محاولة تانية 25% منهم يحملوا، وهكذا. فطبعا من ضمن الحاجات اللي غيرت تاريخ البشرية تقريبا هو مسألة التقدم العلمي الكبير جدا جدا في تقنيات الحقن المجهري وعلاج تأخر الحمل.
طب يا دكتور، بالنسبة للفحوصات الطبية للطرفين، حضرتك بتنصح بيها قبل الجواز ان احنا الزوج حاجات رئيسية والزوجة طبعا، من حاجات ضمن، رئيسية. طب ايه هي الفحوصات اللي هم ممكن يعملوها يقوموا بيها عشان يكونوا مطمنين؟ بنتكلم على فحوصات، أولا فحوصات فيروسية للطرفين اللي هو فيروس سي أو بي أو الإيدز، تمام، لأن ده ممكن ينتقل عن طريق أي شيء ومش لازم عن طريق علاقة زوجية، تمام، أو علاقة جنسية عموما. ثانيا الفحوصات بالنسبة للرجل إلى جانب فحوصات الفيروسية عشان ما يبقاش فيه عدوى للست، هو مسألة تحليل سائل منه، هو تحليل بسيط بيقول عندنا مشكلة ولا لأ، فلازم نعمله في قبل، لازم، ده ضروري جدا. بالنسبة للسيدة بعض التحاليل الهرمونية الأساسية، تحاليل تتعلق بمخزون التبويض ونشاط الغدة الدرقية وهرمون البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب، الحاجات دي الأساسية بتدينا انطباع عام، وطبعا عمل سونار اطمئنان، يعني سونار على البطن فقط ليس أقصى. التحاليل دي بتتعمل قبل الزواج يمكن أو في السنة الأولى من الزواج لو حصل إيه تأخر حمل. لو طيب قررنا أو لقينا أسباب تدعو الحان المجهري، بنقول دايما إن مرحلة التحضير لعملية الحان المجهري هي جزء لا يتجزأ من العملية نفسها. طيب دكتور، معانا اتصال. ندى عايزه اتكلم حضرتك، تسالك. أهلا بيكي، ازيك يا ندى؟ الو الو، اتفضلي يا ندى، انت معانا على الهوا. معاكي دكتور امير فوزي، اتفضلي سؤالك. طيب الاتصال اتقطع. طيب يا ندى حاولي تكلمينا تاني. طيب يا دكتور، هل في، كنت عايزه بقى اسال حضرتك الاسئله اللي دايما اللي جات لنا على الايميلز، كلهم بيسالوا عايزين يعرفوا اسئله معينه قالوا لي نسالها للدكتور. هل هناك عادات غذائيه بترجح انجاب الذكور؟ هل الكلام ده موجود فعلا؟ انا عاوز اقول ان البشريه طول عمرها وهي بتحلم بهذا الامر، سواء جاب ذكور او اناث، يعني لو حد عنده ولاد بيبقى نفسه في بنت، يعني ده امر، بس في ناس بتحب قوي يقول لك انا نفسي اخلف ولد. ما هو ده يعني وخصوصا في المجتمعات الشرقيه طبعا، ده نفسي يكون امر عندي ولد. طبعا عاوز اقول ان هذا الامر كل الحاجات المكتوبه على الانترنت وبنصح الساده المشاهدين بيها غير مضمونه ولا تزيد بشكل علمي، مفيش اي دراسه علميه اثبتت ان هذه الوسائل اللي بيتكلموا عنها بتجيب اي نتيجه او بتزود فرصه انجاب الاولاد او لا. الوسيله الوحيده المضمونه اللي بننصح بيها اي زوجين عندهم بنات عاوزين ولاد او عندهم ولاد عاوزين بنت، بنعمل حقن مجهري مع تحديد جنس الجنين. هذا الامر حلال شرعا، مجمع البحوث الاسلاميه منذ 5 سنوات اقره وقال انه حلال مع تحديد جنس الجنين. تحديد جنس الجنين حلال طبعا. وما تشاؤون الا ان شاء الله. هو في الاخر نحن لا نضمن، الله، لا نضمن حدوث حمل، احنا بس الشيء اللي بنضمنه ان لو حصل حمل تمام بيكون 100% ولد او بنت حسب الجنس اللي احنا بنتكلم. طيب معانا اتصال، مروان عايز يكلم حضرتك يا دكتور. الو مروان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مروان ازيك؟ اهلا بيك، اتفضل. تمام، اتفضل. والله بسال دكتور، بالنسبه للاناث اللي بيبقى عندهم تكيس مبايض حضرتك، يعني تمام، يفضل يعملوا العمليه بعد الزواج ولا قبل الزواج؟ استاذ مروان، احنا لسه حتى كنا بنتكلم من شويه مع دكتوره هند، بنتكلم على ان في بعض الستات لما بيحصل تشخيص ليهم حتى قبل الزواج ان عندها تكيس مبايض، مش بننتظر سنه بعد الجواز عشان نبدا في اجراءاتنا وتحاليلنا وفحوصاتنا واستعدادنا لاختيار وسيله تساعدنا على علاج تاخر الحمل. اللي انا عاوز اقوله ان مشكله تكيس المبايض هي مشكله هرمونيه بالاساس وليست مشكله تشريحيه. يعني الجمله اللي حضرتك قلتها اللي هو نعمل عمليه نشيل التكيس، ما فيش حاجه علميه اسمها كده. التكيس المبايض هي مشكله هرمونيه بالاساس وليست مشكله تشريحيه. مشكله هرمونيه بيبقى فيه نوع من انواع عدم انتظام هرمونات معينه ووجودها بنسب غير طبيعيه في الجسم تؤدي الى صعوبه في التبويض، وعدم انتظام التبويض ده بيؤدي الى عدم انتظام الدوره الشهريه الى جانب بعض التغيرات في هرمونات اخرى. مهمتنا هي جعل التبويض منتظم وعشان يبقى عندنا فرصه كبيره لحدوث الحمل. كل سيده مصابه بتكيس المبايض دي مشكله بسيطه احنا بنواجهها وبنشوف احنا الهدف من علاجها ايه. الهدف من علاجها هو حدوث الحمل. على حسب درجه تكيس المبايض والمشاكل الهرمونيه الموجوده بيكون اختيار اسلوب التدخل لعلاج هذه المشكله. طيب دكتور، انا كنت عايزه اسال حضرتك برضو، دلوقتي في بنات كتير ما بتعملش التحاليل او ما بتعملش الفحوصات قبل الجواز علشان تبقى عارفه اذا كان عندها تكيس ولا لا، وبعدين اتجوزت
وبعدين اكتشفت ان عندها تكيس في المبايض. في الحاله دي انت حضرتك بتقول ان هو تغير هرمونز، في الحاله دي انت بتنصحهم بايه؟ ايه العلاج وايه الاعراض اللي بتشعر بيها اي امراه او اي بنت عندها تكيس في المبايض؟ ممكن تعرف ازاي؟ اشهر شيء يعني بعض الحاجات البسيطه جدا، لو واحده وزنها زياده سنه، عندها شعر زايد، عندها شعر زايد، وعدم انتظام في الدوره، وعدم انتظام، ومده الدوره قليله. اي واحده بتعاني من هذه الاشياء تقلق ليكون عندها متلازمه تكيس المبايض. ساعتها بنعمل لها بعض التحاليل الهرمونيه، وكمان تحليل الانسولين، لان بيبقى عندنا مشكله في الانسولين ونسبته في الدم، وبعدين بنعمل سونار. السونار ده بيبين برضو درجه التكيس. في ادويه معينه بناخدها مع نصيحه لتخفيض الوزن شويه. تقليل الوزن بيفيدنا جدا في استعاده انتظام الدوره، وفي نفس الوقت في مشروبات يا دكتور؟ لا، يعني مفيش مشروبات معينه، بس احنا دايما بننصح ان احنا نعمل دايت شويه، نخسر 10% من وزننا على الاقل، ده بيفرق جدا. يعني لما تكون الدوره مش منتظمه ولا مدتها قليله؟ مش منتظمه ومدتها قليله، وجود شعر زايد، وفي نفس الوقت زياده في الوزن. في الوزن مدتها قليله، نقدر نقول مثلا يومين، دي مده قليله. قليله المفروض انها الطبيعي انها بتقعد قد ايه؟ متوسط من 3 ل 8 مثلا. من 3 ل 8 ايام. طيب احنا معانا اتصال، اميره، نقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا اميره. كنت عايزه اكلم الدكتور لو سمحت. هو معاكي، اتفضلي. اتفضلي يا مدام. دكتور، انا بقالي سنه كنت باخد ابره منع الحمل. تمام. خدتها لمده سنتين. تمام. بقالي سنه مبطلاه، فكنت عايزه اعرف يعني ان انا عايزه حمل، كل ما اروح يجيلي منشطات كتير جدا ومش عارفه اعمل ايه، يعني انا بقالي سنه مبطلات. انت عندك كام سنه يا مدام اميره؟ 26. ومتجوزه بقالك قد ايه؟ 4 سنين، معايا بنت يعني. معاكي بنت، ووالدها طبيعي ولا قيصري؟ لا، قيصري. طيب حاضر، هرد على سؤالك. حاضر. بصي يا فندم، مدام اميره بننصحها انها طبعا بعد اولا يعني ما كناش ننصح لواحده لم تستكمل لاسرتها انها تاخد ابره اللي هي كل 3 شهور، لانها بعد ما بنوقفها قد تطول مده استعاده الخصوبه تاني. فبننصح بيها بالابره يعني، ده وضع طبيعي. يعني احنا دايما بننصح ان احنا ناخد الابره دي، وهي لها فوائد في حالات كتيره قوي، وبتحقق نسبه نجاح كبيره في منع الحمل، بس دايما بننصح انها تتاخد بعد ما نكون استكملنا اسرتنا. يعني عندنا مثلا اتنين مثلا وخلاص استكملنا، او ثلاثه. تمام. بالنسبة لمدام أميرة، بعد مرور سنة خلاص لم يعد هناك أي تأثير للحقنة دي تماما، محتاجين إن احنا نتعامل معاها من دلوقتي كحالة تأخر حمل ثانوي، اللي هو حصل حمل قبل كده وفات سنة ما حصلش حمل. في الحالة دي احنا بنعمل لها تحاليل هرمونية مبدئية، جابت ونشوف لو في مشكله بنعالجها، ونعمل تنظيم للتبويض، مش تنشيط، لان مش محتاجه تنشيط الا لو احنا بنتابعها لقينا ان مفيش تبويض، او التبويض مش منتظم او مش كافي. تاني خطوه بعد مرور سنة من محاولة تنظيم التبويض وعدم حدوث حمل، لازم ندخل على مرحلة أخرى من الفحوصات، اللي هي مرحلة المنظار البطن ومنظار الرحم. منظار البطن في الحالة دي بيشوف هل هناك سبب لتأخر الحمل ولا لا. تمام. وبناء عليه بنحط خطة العلاج. هي طبعا عاملة قيصرية قبل كده، فبنكون بنكون محتاجين بشكل كبير ان احنا نطمن على قنوات فالوب، هل هي سالكه ولا لا، حصل التصاقات موجوده في الحوض ولا لا. ده بنطمن بيه سواء باشعه الصبغه او منظار البطن. طيب معانا كمان ساره، مداخله مع ساره، نقول الو. ايوه، السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور معاكي يا ساره. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا ساره. ايوه، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. يعني يا دكتور، كنت متجوزه وبعدين حصل انفصال بيني، كان عندي تكيس. ماله؟ تكيس، عندها تكيس. عندك تكيس على المبايض. انت عندك كام سنه يا ساره؟ عندي 21. طولك قد ايه؟ وزنك قد ايه؟ طولي 170 ووزن 65. وزنك 65. طب والدوره منتظمه يا ساره؟ لا، الدوره مش منتظمه، بس انا في مكان ارياف ومش عارف اكشف. بس طب انت عرفتي منين ان انت عندك تكيس على المبايض يا ساره؟ ما انا كنت مع جوزي، بعدين ما كملتش، حصل كده انفصال وما كملتش العلاج. هي عرفت منين؟ صحيح، عرفت منين ان عندك تكيس مبايض؟ مين شخصك؟ انا كنت بتابع مع الدكتور، بس لما حصل ايه في مكان ارياف ما عرفتش اتابع مع الدكتور تاني. طيب. لان ما عرفتش اتابع مع الدكتور تاني، فانا بس بجيب علاج دلوقتي من الصيدلي. ده ممكن ياثر على
بص يا ساره، يعني انت في الوقت الحالي، في الوقت الحالي مش مطلوب منك عمل اي شيء، اوكي؟ مطلوب منك فقط لما يحصل زواج ان شاء الله، يعني ما نستناش سنه، فاهماني؟ ما نستناش ايوه سنه، ما نستناش يمر سنه عشان نقول في مشكله. بعد زواجك مباشره تتوجهي الى طبيب مختص عشان تتابعي وتاخدي العلاج اللازم لتكيس المبايض. ربنا يوفقك يا ساره. هو العلاج يا دكتور هنا بيكون علاج هرموني؟ علاج دوائي بالاساس، ولا مش هرموني، مش هرموني، علاج دوائي الى جانب هرمونات تنشيط تبويض في بعض الحالات. يعني التكيس اللي بيبقى في المهم الحالة التكيس دي. التكيس ده معاه التساقط. طب هو مشكله في مش يعني التكيس ممكن يعمل كومبليكيشنز؟ هو القضيه عشان يحصل حمل محتاجين يكون في بويضه وحيوانات منويه سليمه ورحم سليم. ما يكون في، طب اذا كان في مشكله تتعلق بالتبويض، يعني اكتر مشكله عندنا مرضيه تؤثر على انتظام التبويض وحدوث تبويض من عدمه هو تكيس المبايض. فاذا احنا بنتكلم على حاجه اساسيه، بنتكلم على حاجه رئيسيه تؤدي، لو ما فيش انتظام في التبويض وما فيش تبويض يبقى مش هيحصل حمل. صح. احنا دورنا ان يبقى نتاكد من حدوث تبويض، والادويه تخلي المبيض يطلع بويضات، فيبقى عندنا فرصه لحدوث الحمل. يعني في فرصه، بس ما نركزش بس على ده، لازم لازم نستبعد وجود اسباب اخرى، لان قد تكون السيده عندها تكيس مبايض وجوزها عنده مشكله. لكن علاج تكيس المبايض يا دكتور بياخد وقت طويل ولا دي حاجه يعني؟ ما هو احنا قلنا ليس هناك علاج نهائي ينهي حاله تكيس المبايض، احنا بنتعامل معاه. تمام. ده نقطه بقولها علشان ما حدش، ده فرصه لتوعيه الساده المشاهدين ان ما فيش حاجه تعالي اعمل لك منظار او اعمل لك عمليه جراحيه عشان اشيل التكيس وننهي التكيس، ده الكلام ده غير دقيق وغير علمي تماما. احنا مشكلتنا مع التكيس هو عدم انتظام التبويض، فلما بنعمل تبويض منتظم ويحصل حمل فاحنا كده خلاص وصلنا للهدف بتاعنا. طب لما بتعالجوا التكيس وعدم انتظام التبويض، الدوره بترجع تبقى عددها ايامها بتزيد ولا بترجع بتبقى زي ما هي؟ يعني عدد ايام الدوره ليس له قيمه قوي، ملوش قيمه، ملوش قيمه، المهم يحصل تبويض. يعني احنا عاوزين حمل. أيوة أوكي. هي الست بتعاني من مشكله من مشكله عدم حدوث من حمل، من الدوره انها تكون عدد ايامها قليل. لا، الستات اللي عندهم تاخر حمل بيكون كل اللي شاغلهم هو حدوث الحمل. اوكي. تمام. بيقلقوا اكتر من ان يكون في دوره ايامها كثيره او مدتها او كميتها غزيره تؤدي الى انيميا او تاثر على الحاله العامه. لكن الدوره اللي بتقعد يوم يومين مش بتعمل ازعاج، الست بتكون بس محتاجه طمانه ان انت طبيعيه، ما عندكيش مشكله، في انتظام في التبويض وما عندكيش مشاكل. طب ممكن يكون في انتظام في التبويض وعدد الايام قليل؟ ممكن طبعا، ممكن طبعا، طبعًا. دي حاله طبعًا. يعني وارده. دكتور معانا اتصال، ناخد الاتصال. الو، ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي انت معانا على الهوا. السلام عليكم. السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي، عندي منظار بطني. تمام. عامله منظار بطني. ايوه. وعندي يعني بطانه مهاجره. تمام. بس لغايه دلوقتي ما فيش حبل، يعني مش عارفه. انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه يا ام محمد؟ 30. وانت معاكي اولاد؟ معاكي اولاد؟ معايا طفل بس. ايه؟ طفل بس واحد. معاه عندك ولد؟ محمد. اه. ربنا يخليه لك. عمره قد ايه يا فندم؟ 7 سنين. طب انت والده طبيعي ولا قيصري؟ والده طبيعي ولا قيصري؟ لا، قيصري. طيب لو عندك بطانه مهاجره وعملت منظار وفات 7 سنين، ننصحك تعملي حالة مجهري، وكده هندخل بقى في موضوع الحلقه بتاعتنا. لازم ما احنا مهمتنا يا فندم. 3 سنين بس يا دكتور. نعم؟ 3 سنين بس. ما هو 3 سنين ده مده طويله. بعد مرور سنه وعملنا منظار وفات سنه بعدها وفي تاخر حمل حتى بدون سبب، احيانا بيكون في تاخر حمل غير معروف السبب. طب بص يا دكتور، ما سبب طبي. ماشي يا فندم، ما هو انا بتكلم ان انت في ال3 سنين دول المفروض تكوني خدتي علاج لهرمون اللبن وعملت تنظيم تبويض وعملت تنشيط تبويض واطمنتي على قناه فالوب واطمنا على الزوج وعملنا كل ده. لو فات 3 سنين لازم نلجا لوسيله اخرى من وسائل الاخصاب المساعد تحقق لك حلمك. احنا مش عاوزين العمر يمر والزمن يمر، احنا عاوزينك تحملي وبعدين نبقى نشوف السبب. تمام؟ تابعينا يا ام محمد، تابعينا واسمعي من دي نقطه عاوزين نقولها، لا نقع اسرى للوقت يمر، وكل اللي شاغل الزوجين ايه السبب؟ ايه السبب؟ في 15% من حالات تاخر الحمل بيكون كل فحوصاتهم والتحاليل ووسائل التشخيص كلها طبيعيه. كلها طبيعيه. معناها ان احنا عندنا تاخر حمل غير معروف السبب، فلازم ساعتها ندور على العلاج. مش معناها ان مفيش سبب، معناها ان الوسائل التشخيصيه العلميه المتاحه في اي مكان في العالم مش قادره توصل لمعرفه الايه؟ السبب. ساعتها بندخل في خطوة العلاج، خطوة
خطوه مساعده الزوجين على حدوث حمل. طيب يا دكتور، الحقن المجهري في سن صغير لو مثلا الزوجين في العشرينات غير لما يكونوا في الثلاثينات؟ طبعا الموضوع ده بيفرق. العنصر الحاسم في نسبه نجاح عمليه الحقن المجهري هو سن الزوجه. سن الزوجه مش الزوج؟ لا مش الزوج. يعني الزوج ممكن الحقن المجهري ينجح معاه وهو طالما الزوج في اي سن قادر على انتاج حيوانات منويه. تمام خلاص. السيده دايما بنقول ايه، السيده عندها عدد ثابت من البيضات بتتولد بيه، يعني المبيض ليس مصنع لانتاج البيضات، المبيض مخزن للبيضات. السيده كل سيده كل شهر كل شهر من بعد البلوغ بتفقد من 500 الى 1000 بويضه كل شهر. يا الله، دي معلومه مهمه جدا. تمام. هي بيكون عندها مثلا لما تكون في سن ال 14 15 سنه بيكون عندها حوالي 300000 بويضه. كل شهر بتفقد من 500 ل 1000 لغايه ما نوصل عند سن ال 50 بيحصل نفاذ لهذه البويضات. البويضات بتنفذ. بتنفذ. علشان كده مع مرور الوقت المخزون بيقل، جوده البويضات بتقل، عشان كده فرصه الحمل بتقل. معانا صبحي من القاهره. صبحي انت معانا؟ على عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ صبحي. والله يا دكتور انا بشوف اعلانات كثيره يعني على بعض القنوات الفضائيه عن اعشاب ومكملات غذائيه وخلافه. ده سؤال مهم. يعني لعلاج العقم وتنشيط التبويض والمساعده على الانجاب، يعني تمام. الحاجات دي ايه حضرتك؟ انا بشكرك يا استاذ صبحي. سؤال مهم إن جدا. انت اثرت نقطه مهمه وانا عارف ان انت قصدك كنت تسال السؤال ده، ان انت عاوز تعمل توعيه للساده المشاهدين. لازم تعرف يا استاذ صبحي يعني ان المحترمه حضرتك يعني ايه، بشكرك يعني عليه والله، بشكرك بشكل شخصي على هذا السؤال فعلا، هو وهجاوب على حضرتك حالا. اشكرك يا استاذ صبحي، انت اثرت نقطه مهمه وهي مساله ان احنا دايما الانسان اللي عاوز يستفيد بيستفيد من المتاجره باحلام البسطاء. صحيح، لان حلم الامومه والابوه هو حلم يداعب كل الناس في كل مكان في العالم. صحيح. فاذا لما بنيجي نقول خدوا الاعشاب دي والحاجات الفيتامينز دي وده مشكله تاخر الحمل هتنتهي، فالناس بتقول ما نجرب ونشوف. لا، احنا لازم نقول يا جماعه مفيش اي ادويه لعلاج تاخر الحمل ناخدها من نفسنا، لازم يكون طبيب متخصص في هذا المجال وهو علاج تاخر الحمل، او يقول لك دي اعشاب طبيعيه يقول الحاجه دي مفيده ولا لا. لكن مفيش اي اعشاب موجوده عموما ثبت انها بتؤدي الى زياده نسبه حدوث الحمل. اي ادويه واي وسائل تساعد على تاخر الحمل او على علاج تاخر الحمل لازم تكون عن طريق طبيب متخصص طبعا، ولازم تكون تحت اشراف طبي، ولازم يكون المركز نفسه برضو مجهز يا طبعاً دكتور طبعاً. يعني مش اي مكان نروحه، لازم نكون عارفين احنا رايحين فين ومين اللي هيساعدنا ان شاء الله باذن الله علشان نقدر نوصل للامومه، لحلم الامومه. طيب دكتور، انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال برضو جالي، وسائل منع الحمل بتزود الوزن، بالنسبة للسؤال ده ايه وسائل منع الحمل اللي بقت جديدة دلوقتي موجودة في الأسواق، وايه الحاجات اللي فعلا بتزود الوزن والناس بتبقى بتتجنبها السيدات؟ مفيش وسائل حمل جديدة. هو وسائل حمل بقى لنا فترة هي ثابتة ومعروفة. وسائل الحمل عموما في وسائل هرمونية وفي وسائل منع زي العازل الطبي وما ذلك وما إلى ذلك. الوسائل اللي هي الهرمونيه هي اما اقراص منع حمل او حقن اللي هي كل 3 شهور، وفي وسائل اللي هي زي اللولب. اللولب ده في منه لولب هرموني برضه وفي لولب عادي. اللي احنا عاوزين نقوله ان وسيله منع الحمل لا تزيد الوزن. لا تزيد الوزن. لا تزيد الوزن. اللي بيحصل ان في بعض وسائل منع الحمل الهرمونيه قد تؤدي الى زياده بسيطه في الشهيه. اوكي. فالست اللي مش بتستسلم لهذا الامر عمرها ما هيزيد وزنها. دايما لما تيجي اي سيده عندي في العياده تقول لي يا دكتور انا وزني زاد مع كذا، بقول لها يا فندم حضرتك وزن زاد عشان اكلتي زياده. لكن مش الوسيله اللي زودت وزنها. انت هذه الوسيله منع الحمل بتؤدي شويه الى في بعض انواعها الى زياده شويه في الشهيه. طيب لو الست ما استسلمتش لهذا الاحساس واخده بالها من اكلها وممارسه الرياضه والمشي وزنها مش هيزيد. طيب نرجع تاني لممارسه الرياضه والمشي بعد ما ناخد الاتصال مع محمود، نقول الو. طيب محمود الاتصال اتقطع، حاول ترجع
تاني لينا. طيب يا دكتور، كنت بقى عايزة أسأل حضرتك بخصوص الرياضة والمشي، امتى الحامل تبتدي تعمل رياضة؟ لأن في ناس عندها كونسبت ان لا رياضة، لا اوعي تحركي، يعني عايزة، وبعدين عشان كده بيزيدوا جدا في وزنهم. فانت حضرتك بتنصح الحامل بإيه في اول الشهور، اي توقيت، يعني اول تريمستر، اول 3 شهور، يعني حضرتك انصح بقى السادة المشاهدين اللي بيتابعونا. احنا بنقول لكل حامل المشي مفيد لحضرتك، المشي بدون اجهاد، يعني هنتكلم على من 30 الى 40 دقيقة في اليوم، تنصح بيهم 4 الى 5 مرات في الاسبوع ليس اكثر. وبنقول ان ده مسموح لاي واحدة حامل، اي سيدة حامل، سواء في الفيرست، في التلت الاول من الحمل، او التلت الاوسط، او التلت الاخير من الحمل، بشرط ما يكونش فيه طبعا اي مشاكل، ما يكونش عندنا مثلا مشكلة نزيف او مشكلة مشيمة متقدمة او لا، بننصح ساعتها ان احنا الحركة بتاعتها تبقى محدودة شوية. ده مش معناه ان ما فيش حاجة في الدنيا تلزمك انك تبقي نايمة على السرير بشكل كامل بالظبط، لان احنا هنشوف كده لمية على السرير ما تتحركيش. المتابعة بننصح اي واحدة حامل انها تتابع دايما مع دكتور متخصص وتلتزم تمام بتعليمات، ما تاخدش ادويه الا لما ترجع للدكتور بتاعها، تعمل التحاليل المطلوب مفروضه تعملها في اوقاتها وتلتزم بالتعليمات، تبقى عارفه الدكتور قايل لها على ايه عوامل انذار الخطر ان في خطر، تتوجه للطبيب مباشره امتى، ايه الحاجات البسيطه اللي ممكن تحصل، ايه الاعراض البسيطه للحمل، كل ده لازم بمتابعه لصيقه للحمل تعرفي كل الاعراض المقلقه، تعرفي الاعراض العاديه للحمل اللي ما تقلقكيش، تعرفي الادويه اللي واجب انك تاخديها، تعرفي تمشي امتى، تعرفي تاخدي ادويه ايه، فيتامينز، تاخدي كالسيوم امتى، في توقيتات معينه للسونار رباعي الابعاد لاستبعاد اي عوق خلقيه في الجنين لازم يتعمل روتين لكل الحوامل. يعني متابعه الحمل دلوقتي قد اختلفت تماما عن زمان، غير مسموح دلوقتي ان احنا يبقى في ولاده لطفل فيه مشكله ما كناش عارفينها اثناء متابعه الحمل. يهمني يا دكتوره هند نتكلم على الحامل، الناس دلوقتي في الحلقه عاوزين يعرفوا قبل ما تبقى حامل هي عاوز تحمل بولد او بنت تعمل ايه. ايوه انا كنت لسه هسال السؤال ده، ان في هل فرص بتزيد احتماليه ان انا ان الزوجه يعني تبقى ام؟ احنا عاوزين نشرح للساده المشاهدين ليه بنقول ان تقنيه الحاني مجهري مع تحديد جنس الجنين هي اضمن طريقه تؤدي الى نسبه 100% في النجاح في عملية انها تحدد ولد او بنت. طيب. ليه بنقول كده؟ نقول نرد على نكمل السؤال ده بعد ما ناخد مروان يا دكتور. طبعا بس مروان ده احنا قاعدين منتظرين من الصبح. مروان انت معانا على الهواء، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك استاذ مروان. دكتور، بالنسبه لكبسوله منع الحمل اللي بتتركب يعني في الدراع تحت الجلد دي، تناسب اي سن واي طبيعه اي جسم؟ تناسب اي حد، ما فيهاش اي مشكله خالص، وهي وسيله كويسه كمان، لانها وقت ما بنرغب في استعادة القدرة على حدوث الحمل بنشيلها، فدي أمر جيد، وهي من وسائل منع الحمل الآمنة والناجحة. هو سأل عن كبسولة منع الحمل تحت الجلد. شرحت له. طيب احنا نرجع بقى الشرح بتاع حضرتك، كنت بتقول لي دلوقتي تقنية الحقن المجهري وتحديد جنس الجنين. الموضوع ايه؟ هو نفس خطوات الحقن المجهري اللي هي تنشيط تبويض، وبعدين نيجي في يوم معين نسحب البيضات الى خارج الجسم، ويوم سحب البيضات بيتم حقن هذه البيضات بالحيوانات المنويه للزوج. بعد حقنها بيحصل تخصيب للاجنه، ويتم متابعه الاجنه بعد التخصيب داخل معمل الاجنه والحضانات. في اليوم الثالث بعد سحب البيضات الجنين عمره 3 او 4 ايام، بيتم اخذ خليه من الجنين، الجنين بيكون عباره عن مجموعه من الخلايا داخل قشره. بيتم اخذ خليه من الجنين وفحصها كروموزوميا لمعرفة هل هي XX ولا XY، هو جنين ذكر أم أنثى. فإذا إحنا الأجنة اللي خرجت عندنا ونتجت من عملية الحقن المجهري بيتم فحصها ومعرفة الأجنة الذكور من الأجنة الإناث. إذا قمنا بإرجاع، نيجي في اليوم الخامس بعد سحب البيضات، يتم إرجاع هذه الأجنة إلى داخل الرحم. لو رجعنا أجنة ذكور وحصل حمل بيكون 100% ولد، لأن احنا ما رجعناش غير ولاد، الأجنة اللي رجعت كانت ولاد. يا تقنية. لو احنا رجعنا إناث فقط أو أجنة إناث، يبقى لو حصل حمل بيكون 100% بنت. كل زوجين مش بيغامروا، الزوجين مش بيغامروا، هم عم داخلين محاولة حقن مجهري ومتأكدين إنه إذا حصل حمل بيكون 100% من الجنس اللي هم راغبين في تحقيقه. هذه ليست ترفا وليست شيء رفاهية. دي حاجة عملت تأثير كبير في المجتمع بتاعنا. زمان كان الرجالة واحد مخلف 5 و6 بنات يروح يتجوز على مراته أو يتجوز عليها عشان يخلف
ولد يفتكر ان المشكله في مين بالظبط، يفتكر المشكله في الست، وبعدين تخلف له بنت تاني او ولد زي ما يكون، فدي كانت مشكله بنات. لا احنا دلوقتي عندنا امكانيه، والله انت راجل مصمم ومصر والموضوع انجاب ولد بالنسبه لك ده مساله حيويه جدا، لا بعد ما جبت بنت او بنتين ممكن الحمل الثالث ده ما تسمحش بحدوثه بشكل طبيعي، لا الحمل الثالث ده يبقى عن طريق حامل مجاري وتحليل جنس الجنين، بحيث ان انا الطفل الثالث يبقى ولد، انا او انا عندي بنتين عاوز ولد، عندي ولدين عاوز بنت، باجي في الطفل الثالث واقول لا انا هعمل حامل مجاري مع تحليل جنس جنين علشان انا عاوز ولد وعاوز اسرتي ما تبقاش عددها كبير. فاذا اللي انا عاوز اقوله ان تقنيه تحديد الجنس الجنين مع الحقن المجهري عملت تاثير مجتمعي واجتماعي كبير جدا جدا جدا. طيب يا دكتور، تحديد جنس الجنين هنا بيتحكم فيها كده الرجل بقى، مش زي ما احنا كنا فاهمين ان الست هي اللي بتجيب يعني هنا التحكم الحيوان عشان المنوي دايماً الحيوان المنوي حاجه، في نوعين من الحيوانات المنويه، حيوانات منويه تنتج، كل رجل عنده حيوانات منويه ذكر، حيوان منوي ذكر او انثى، تمام، ده عند الرجل. الست البويضه هي لوحة كروموزومي واحد. انا سالت السؤال ده عشان دايما يعني الستات مظلومه، تحديد جنس الجنين بيعتمد على نوع الحيوان المنوي الذي قام بتقسيم البويضه. يعني الرجل هو اللي يتحكم كده، تحديد جنس الجنين بيعتمد على نوع الحيوان المنوي اللي خاصه بالبويضه. هو السؤال بقى يجي الدكتور بعض الحالات تقول يا دكتور طيب هو احنا مش ينفع نحقن البويضه دي بحيوان منوي ذكر فيحصل ولد وخلاص من غير يبقى مطمنين انه يطلع ولد اكيد مثلا؟ لا ده مش متاح، مش متاح، لان احنا دلوقتي بنقول ايه، احنا قلنا عشان نفحص الجنين خدنا خليه من الايه، من الجنين. الجنين عباره عن مجموعه خلايا، خدنا منهم خليه قدرنا نعرف من الخليه دي هو ولد ولا بنت. طيب يبقى احنا محتاجين خليه عشان نعمل التحليل. مظبوط. طيب الحيوان المنوي عباره عن خليه واحده. لو خدنا الخليه دي وحللناها وعرفنا انه ولد استفدنا ايه؟ مش هينفع نشتغل بيها، مش هينفع نحقن بيها البويضه. يعني اذا ما عندناش امكانيه لفحص الحيوان المنوي، لا احنا بنفحص الجنين، لان الجنين مجموعه من الخلايا، يمكن اخذ خليه بدون التاثير على الجنين والجنين يواصل انقسام عادي جدا، لكن الحيوان المنوي هو خليه واحده، فلو اخذناها وفحصناها ما استفدناش شيء. طيب ناخد حسن. حسن معانا على الهواء. حسن كنت عايز اسال الدكتور سؤال. يعني اتفضل اتفضل يا حسن. استاذ حسن انت شكلك صعيدي يا استاذ حسن، انت منين يا استاذ حسن؟ انا من سوهاج. احسن ناس والله، انا بحب الصعايده جدا، انا دايما منحاز للصعايده، اصل مصر يا حسن. الله يبارك فيك، الله يخليك يا دكتور. اتفضل. الله يبارك فيك، احنا كنا عايزين منك بس المشوره والنصيحه يعني. اتفضل. انا كانت المدام من سنتين ثلاثه كده حس الحمل بعد 6 شهور وجاعها التام توفى الوالد، وكانت الضغط كويس والسكر وما فيش اي حاجه يعني. انتوا متجوزين بقالكم قد ايه يا حسن؟ من 3 سنين حس الحمل على شهر التام، يعني من 3 سنين كده. طيب يعني انتوا حاليا معاكم اولاد ولا ده كان الحمل الوحيد اللي حصل ولا معاكم اولاد اصلا؟ كان الحمل الوحيد اللي حصل الاولان، وجعت كان من شهر، وفي دكتور نصحنا قال خليه يقعد اسبوع في بطنه، وبعد كده نزل الواد متوفي. اول ما جاء الوجع بتاعتها قال لا ده ما يعملش حاجه. يعني هو الجنين توفى داخل الرحم ولا بعد الولاده؟ لا هو توفى، جاء الجهاز اتلغى النبض ووقف مره واحده والحركه وقفت. يبقى حصل وفاه للجنين داخل الرحم. شكرا يا استاذ حسن، هرد على حضرتك. حاضر. ده سؤال برضو، اسباب الاجهاض اللي بيحصل. لا هو مش هو دلوقتي مساله وفاه للجنين داخل الرحم في مرحله متقدمه من الحمل. لو احنا بنعمل متابعه، ده بنقول يا جماعه ده قيمه واهميه متابعه الحمل. وعمل كل الفحوصات. ولما باجي اقول للمريضه او لزوجه اعملي سونار رباعي الابعاد في الاسبوع ال 12 والاسبوع ال 22 او في وقت تاني لو احنا شايفين اي مشكله في السونار بتاعنا، ليه يا دكتور؟ لا ده روتين، لازم ده روتين، لازم نستبعد وجود اي عيوب خلقيه، لازم نستبعد وجود اي مشاكل قدامنا في الجنين، ومشاكل طبيه عند الست سواء مرض السكر او مرض او بعض المشاكل في الهرمونيه، هرمونات الغده الدرقيه وحاجات كتيره جدا لازم نكون مطمنين ليها، لان في اسباب كتير تؤدي الى الحاله اللي قالها الاستاذ حسن. ودورنا اثناء المتابعه هو تشخيصها المبكر عشان منع الوصول الى هذه النقطه.
في ناس بتكرر عندهم الموضوع ده يا دكتور، يعني دايما اسال اسمع اسئله يقول لك انا كل ما بقى بحمل ما بكملش. تحتاج الى لسته طويله من التحليل والفحوصات. مش سبب واحد لازم، وقبل ما يحصل حمل لازم نكون حاطين ايدينا على السبب. طب نرجع بقى لموضوعنا الحقن المجهري وتحديد جنس الجنين. في سؤال دايما بيجي برضو جالي النهارده الصبح بيقول هل في حاجه بتزيد من امكانيه ان انا انجب توأم؟ هل في فرص تزيد توأم؟ لان دلوقتي منتشر قوي يقول لك دي خدت ادويه او راحت عند دكتور وبعدين بعد كده حملت في توأم. احنا عاوزين نقول ان نسبه الحمل بتوائم هي نسبه قليله جدا. لما بنعمل تنشيط تبويض او بنعمل حقن مجهري ونرجع اكتر من جنين تزيد هذه النسبه برضو قليلا، يعني قليلاً. هي برضو في الاخر مش بنقدر ان احنا نضمن بشكل كامل حدوث حمل بتوأم. احنا بنرجع اكتر من جنين وفي 50% احتمال ما يحصلش حمل اصلا رغم ان احنا رجعنا 3 4 جنة. يعني ولما بيحصل حمل في ال 50% بيحصل فيهم حمل بيكون في الغالب اغلبيتهم بجنين ايه؟ بجنين واحد. احنا دايما بنحب دايما يحصل حمل يا اما بجنين واحد او اثنين، مش بنحب اكتر من كده ان لها مشاكل كتير. وحتى احيانا في حالات الحقن المجهري اللي بنرجع لهم اجنه كتيره وبيحصل حمل في 3 أو 4 بنعمل حاجه اسمها اختزال اجنه. زي الاجنه ده بنيجي بنعمل بنوقف جنين منهم بنخليها تكمل بتوأم بس، وبنشرح لها طبعا كل حاجه وخطواتها وبيبقى الكلام ده بعد موافقه الزوجين طبعا. طيب اثناء الحقن المجهري يا دكتور كنا عايزين نسال هل في طرق تغذيه معينه حضرتك بتنصح بيها؟ يعني في حاجه معينه الزوجه احنا دايما بننصح بالتغذيه الطبيه الصحيه المتوازنه. أوكي. عموما للزوجين. للزوجين هل ده بيأثر على نسبه حدوث الحمل او نسبه نجاح الحقن المجهري؟ طبعا لما تكون الحاله العامه للزوجين جيده ده بيبقى له تاثير جيد طبعا. احنا طبعا حصل تقدم كبير قوي في الثقافه والتوعيه بالنسبه لانماط التغذيه المختلفه. حصل فرق كبير عن زمان، الناس بقت عندها اهتمام وبقى في وزياده في الاهتمام لمساله ان هم ياكلوا كويس ويهتموا نفسهم في التغذيه، تحسننا جدا في الحته دي، لكن لا زال برضو في بعض الناس بيعتبروا الاكل الكويس اللي هو الاكل الدسم، الاكل لا طبعا. الاكل الصحي لازم يكون متوازن، الكربوهيدرات مطلوبه لكن لازم يكون فيه خضار وفي بعض اللحوم وفاكهه يعني للامور، بس الحمد لله حصل تطور كبير جدا في هذه النقطه. طيب دكتور كنا برضو حابين نسال حضرتك عن موضوع ان ممكن واحده تكون يعني دلوقتي الجواز بقى البنات والشباب عموما اتاخر السن عن زمان. تمام. بقى دلوقتي ممكن بيتجوزوا في الثلاثينات وفي اعمار رجاله بتبقى اكتر من كده وبقى ليهم اول جواز ولم يسبق ليهم الجواز. في الحالة دي بيبقى موضوع الحمل أو نسب فرصة إنها تكون أم، هل هي هنا مع موضوع السن هل دي حاجة يعني طبيا ليها أسباب؟ طبعا طبعا. أوكي. أنا بشكرك على السؤال ده لأنه بيفتح لنا مجال إن إحنا نتكلم في نقطة مهمة قوي. بعض البنات بيأجلوا قرار الزواج تمام لحد ما يخلصوا لغاية ما يخلصوا الكارير بتاعهم. مزبوط. أو ياخدوا كذا شهادات أو مثلا يكون هي ما عندهاش فرص زواج مناسبه في الفتره دي مثلا، وبدل ما تقدم على الموافقه على الزواج خوفا من وصولها لسن معين يقلل نسب ونجاح حدوث الحمل بعد الزواج، لا، عند العلم دلوقتي اتاح لينا في مراكز الحقن المجهري في مصر ان احنا نعمل تجميد للبويضات. والله كنت لسه هسال السؤال ده. تجميد البويضات منتشر السؤال ده، وسيله تتيح لكل فتاه تقدم بها العمر قليلا لا تضطري الى اتخاذ قرار او الاستعجال في اتخاذ قرار مصيري زي قرار الزواج، امامك فرصه انك تجمدي بويضات في الفتره دي وتستخدميها في اي وقت بعد كده. حققت نجاح يا دكتور التقنيه جدا دي جدا، تجميد البويضات يعني اتاحت فرص كبيره قوي. وعلى فكره احنا بنقول ايه دايما، كل ما البنت بتكبر في السن بعد سن الـ40 بيبدا جوده البويضات وعددها بيقل. لما بتكون هي مجمده بويضه مثلا عند سن 35 الجوده البويضه جيده. هي لو اتجوزت في الاربعينات ممكن ما تطلعش بويضات، يكون خلاص الميه بيتوقف عن انتاج البويضات، وممكن تطلع بويضات بجوده اقل وممكن تطلع بويضات جيده. لو هي مجمده بويضات في سن ال 35 بتاخد فرصه حمل زي اي واحده عندها 35 سنه. لان اللي بيفرق في نسبه الحمل هو جوده البويضه وجوده الجنين اللي راجع جوه الرحم. لو البويضه غير جيده يبقى الجنين درجته ودرجه جودته مش بتكون بدرجه متقدمه. لما بنكون عندنا بويضات مجمده تم استخراجها في سن مبكر بجوده اعلى
فبنقدر نضمن ان احنا يبقى عندنا فرص حمل جيده في سن متقدم لكل فتاه. طب هل الموضوع ده لقى اقبال في الفتره برضو الاخيره؟ نقطة من مهمه جدا، بعض الحالات بيعملوها لاسباب مرضيه. يعني لو عندها مشكله ما هتاخد علاج كيميائي لمرض معين بيأثر على التبويض على المبايض، فساعتها بيكون ضروري قبل ما تاخد التجربه دي انها تجمد بيضات عشان تحافظ برضو على دي. نقطه برضو. طب يا دكتور افرض البيضات اللي هي بتجمدها دي بيضات مش يعني فيها عندها مشكله، احنا مش بنجمد بيضات الا بيضات جيده. يعني هي لو طلعت 10 بيضات بنقول لها جمدنا لك 6 مثلا. لا احنا مش بنجمد بنجمد البيضات الايه اللي هي جيدة صالحة. صالحة. هناك 5 أنواع من البيضات. نوع واحد فقط هو اللي بيتم تجميده فعلا. طبعا. يعني مش كل البيضات دي تنفع ان احنا بيضة دي بيضة حسب بقى درجتها. لا دي مش هتتجمد. طب انا احنا بنتكلم عن تجميد البويضات، انا نفسي مستغربه، او طبعا دي حاجه حديثه جدا. يعني فكره ان انا اعتقد انها في بنات كتير يمكن لاول مره تسمع عنها، او موضوع يعني يمكن هتخاف انها تروح تاخد القرار ده، مش متداول يعني حاجه جديده انها تروح تقول ايه لا انا عايزه اجمد بويضاتي علشان ايه لو اتجوزت بقى 35 لو اتجوزت مش عارف كام سنه ابقى انا ضامنه ان انا انجب. ان طبعا كل حاجه باذن ربنا سبحانه وتعالى، لكن والضمان هو ان الله سبحانه وتعالى هو يهب من يشاء اناثا ويهب من يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما، ولكن المحاوله نفسها دي مهمه. مهمه العلم هو اتاحه التقنيه. امر متاح، فده في حد ذاته شيء رائع. احنا دورنا بقى في الاعلام هو التوعيه. ان بس انا عاوز اطمن حضرتك ان احنا في الثلاث سنين الاخيره حصل تطور نوعي في هذا الامر. احنا بيجي لي كتير بنات كتير عنده قاريين وفاهمين وعارفين بالظبط، مش بقى حتى مش بحتاج اشرح لهم كتير. مظبوط. طيب دكتور كنت برضو حابه ان انا اسالك، ايه هو الفحص الوراثي للاجنه قبل ارجاعها الى الرحم؟ احنا اتكلمنا على فحص الاجنه عشان نعرف الاجنه الذكور من الاناث، وقلنا ان دي مش رفاهيه، بتفيد عائلات كتير جدا، بتحل مشاكل اجتماعيه كتير جدا. كمان بقى في حاجات اهم من دي كمان بعد انا بعتبرها اهم، وهو ان احنا في بعض الاسر بيكون في تخوف من انجاب اطفال عندهم مشاكل كروموزوميه او جينيه. دلوقتي بقى متاح في مصر بنسب نجاح عاليه جدا ان احنا نعمل حاجه اسمها فحص وراثي مبكر للاجنه. بمعنى ايه؟ احنا مشينا قلنا سحبنا بيضات خصبناها، البيضات تابعنا انقسامها، جينا في اليوم الثالث خدنا خليه من كل جنين. الخليه دي ممكن افحصها عشان اعرف ولد وبنت، وممكن افحصها عشان اشوف هل في عيوب كروموزوميه ولا لا. احنا بنقدر يعني نفحص 24 كروموزوم وممكن نفحص جين معين لمرض معين عشان ما رجعش اجنه الى داخل الرحم الا الاجنه اللي انا متاكد 100% انها غير مصابه بهذه المشكله الوراثيه. اذا حدث حمل بيها بيكون متاكدين فروم داي 1 من اليوم الاول الحمل ان هذا الجنين سليم. ان هذا الجنين سليم، ان انا كده ماشيه بخطوات. احنا فحصنا هذا الجنين، ما احنا قلنا فحص الوراثي المبكر للاجنه. فحصنا هذا الجنين قبل ارجاعه الى داخل الرحم. واحنا بنرجع الجنين الى داخل الرحم احنا فحصينه كروموزوميا او جينيا، اتاكدنا من خلوه من امراض كروموزوميه معينه. هو ليس مصاب بها بنسبه 100%. لو حصل حمل يبقى هذا الجنين غير مصاب بالمشاكل الوراثيه اللي احنا كنا عندنا تخوف منها قبل حدوث حمل. طيب دكتور ده في سؤال يعني جه على ذهني دلوقتي، ممكن زوجين يعني يتجوزوا ويقعدوا فتره مثلا ما عندهم ما فيش ربنا ما رزقهمش لم يكتب ليهم ان هم يكون عندهم اولاد ويكونوا طبيعيين 100% وما فيش اي او حتى ومش محتاجين للحقن المجهري، والموضوع ده ممكن ياخد سنين؟ يعني انا اسمع ناس يقول لك انا قعدت سنين وبعدين جبت ابني بعد 10 سنين. لا ما هو احنا بقى دورنا بنقول ايه؟ احنا قلنا في حالات معظم الحالات بتستنى سنه، بعد سنه ما حصلش حمل لازم تلجا الى ايه؟ للطب، الطبيب المتخصص. الطبيب المتخصص بيعمل لها تحاليل هرمونيه معينه للسيده واطمئنان على قناه فالوب مشاعب الصبغه، والزوج بنعمل له تحليل سائل منوي. ما عندهمش مشاكل برضه، كلها طالعه طبيعيه، يبقى ناس متاخر حمل غير معروف السبب اللي قلنا عليه. يبقى في 15% من حالات تاخر الحمل، يعني لو عندي 100 زوج وزوجه بيعانوا من تاخر حمل فات سنه وما حصلش حمل،
عملت لهم تحاليل وفحوصات، 15 زوج وزوجه منهم هيطلعوا سليمين تماما. وعملنا لهم حقن مجهري. لا عملنا لهم لا احنا لسه ما عملناش حقن مجهري. لا انا بتكلم عملنا لهم فحوصات عاديه ما تطلعش عندنا سبب ايه؟ لان هم ما يتاخروا. الحالات دي بنقول ان لو فات 3 سنين من الزواج بدون اي سبب وبعد استنفاذ وسائلنا البسيطه للاخصاب المساعد عملنا تلقيح صناعي، عملنا تنشيط تبويض، متابعه تبويض، تحديد مواعيد علاقه زوجيه، استبعدنا كل المشاكل اللي قلنا عليها، لا بعد مرور 3 سنين ده مده كافيه لان احنا نلجا لحقن مجهري. من ضمن الاسباب اجراء حقن مجهري هو وجود تاخر حمل غير معروف السبب. يعني وجود تاخر حمل غير معروف السبب لمده معينه هو سبب كافي لعمل عمليه حقن مجهري. طيب دكتور، كمان كنا حابين ان احنا نسال عن تاثير التدخين، هل الموضوع ده بيأثر السيدات المدخنات؟ هل فرص الانجاب بتتاخر عندهم؟ طبعا بلا جدال التدخين بيأثر على حاجات كتير جدا في الجسم. منها اكيد كدا. بيأثر على الخصوبه بلا جدال. وكمان بالنسبه للرجل. الرجل طبعا بنتكلم على الخصوبه، هو الرجل والمراه. وكمان بالنسبه للرجل. طبعا. طيب الفحوصات الطبيه يا دكتور اللي هي مطلوبه قبل اجراء اطفال الانابيب. احنا بنقول احنا اتكلمنا على مراحل الحقن المجهري، لما اتكلمنا على الحقن المجهري وتحديد جنس جنين اللي هو مراحل عاديه اللي هي تنشيط تبويض، سحب بويضات، حقن مجهري، تخصيب بويضات، متابعه انقسامها، ارجاع الاجنه لداخل الرحم. في مرحله كمان احنا ما قلناهاش، مرحله ما قبل اجراء عمليه حقن مجهري، مرحله تحضير الحقن المجهري. ايوه. دور الطبيب انه يعمل تحاليل وفحوصات لكل سيده وكل زوج، لكل رجل، لاستبعاد وجود مشكله قد تقلل من نسبه نجاح الحقن المجهري. في تحاليل هرمونيه للزوجه لازم تعمل عشان نطمن ان مفيش مشاكل في الغده الدرقيه ولا هرمون الحليب ولا في مخزون المبيض. في تحاليل مهمه للزوجه لتحليل السائل المنوي. في احيانا بنعمل حاجه اسمها تخثر الحمض النووي تاكل تحليل السائل المنوي. احيانا بنعمل اشعه بالصبغه او منظار رحمي لو في لحميه لازم تتشال جوه بطانه الرحم، لو احنا شايفينها بالسونار وشايفين ان في لحميه او ورم ليفي او التصاق او حاجز رحمي لازم يتشال قبل عمليه حقن مجهري. يا الله. لو شخصنا لقينا تجمع ماء، لو جه في تجمع لسوائل داخل قناه فالوب وعملنا عمليه حقن مجهري نسبه الحمل هتكون اقل من 5%. يبقى احنا لازم قبل ما نعمل حقن مجهري نقفل الانبوبه عشان ما ترجعش ميه جوه الرحم. مرحله التحضير للحقن المجهري هي اهم مرحله في الحقن المجهري، انا بعتبر كده. لازم قبل ما ندخل الحقن المجهري نكون متاكدين ان ما فيش شيء يقلل من نسبه نجاح عشان نوصل ل 50% اللي بنحلم بيها. عشان يبقى احنا من ضمن ال 50% لازم مش الاول نستبعد. يا دكتور عاوزين الاول نستبعد. أيوة. وجود مشكله قد تقلل من نجاح الحقن المجهري. صحيح، الامومه غاليه جدا والضنا غالي، يعني قد ايه السيدات بيتعبوا علشان يقدروا سبحانك يا رب ان هم يمشوا في طريق العلاج، وممكن يكون طريق طويل وممكن يعانوا لفتره طويله علشان ربنا يكرمهم بعد كده ان هم يلاقوا حل ويمن عليهم ويرزقهم بالذريه. طبعا انا حلقتي مع الدكتور امير النهارده كانت من اجمل الحلقات، لاني حسيت حتى انا كدكتوره هند انا استفدت كتير من اللي هو بيقوله. كان معانا النهارده دكتور امير فوزي استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، وان شاء الله هيكون معانا في حلقات تانية علشان نكمل السلسله الطبيه المميزه دي. دكتور انت شرفتني النهارده وانستني وقلت كلام مهم جدا. انا فعلا يعني حتى وانا قاعده مع حضرتك قلت قد ايه كل امراه بتعاني علشان توصل لحلم الامومه، بس هو يستاهل. انا كنت سعيد جدا بان انا كنت موجود معاكي يا دكتوره هند في البرنامج الجميل والناجح ده. دائما وابدا انت انسانه مثقفه. ميرسي يا دكتور. اثرتي نقاط مهمه قوي، وكان عندك معلومات كبيره كنت محضره الحلقه بشكل جيد. الحمد لله. اشكرك عليه. قدرنا في الوقت ده ان احنا نعمل. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. قدرنا ان احنا نسلط الضوء على نقاط، بس مهمه جدا النقاط. زي ما حضرتك قلتي الكلام ممتد ان شاء الله، لان احنا في حاجات تانية كتير قوي محتاجين نعمل حمله توعيه كبيره في ظل. بنشكرك جدا يا دكتور، وشكرا لكل اللي بيتابعونا، وان شاء الله نراكم على خير. مع السلامه.